الدايجنوستيك ايت مالتنا اول واحد اللاترال سيفال متريك اللي هو اهم واحد تمام. وحكينا عن انواع اخرى من الراديوغرافي، حكينا عن الانترا اورال راديوغرافي، على الاوكلوزال، على السي بي سي تي، كل اخذنا افكار عنها ما عندنا مشكله بها. اكو انواع اخرى من الدايجنوستيك ايت راح ناخذ اليوم ثلاثه اللي هي الاورثوبانتومغراف اللي هو الاو بي جي معروفه بالاجواء تمام، الستادي كاست هذا الستادي كاست اللي ولا واحد ما عندكم احنا نجيب ليش هي الكاست ما ممكن يعني اكيد في نهايه السنه راح تنطون كاسات مفطحه اذا اشتغلتوا هالسنه يعني تمام. اي انه ماكو ماكو جاكم احد ليشتغلون؟ خير وبركه ان شاء الله تمام زين. واضافه الى الفوتوغرافي، اضافه للفوتوغرافي راح نشوف كل واحد شنو اهميته وشنو انواعه وشو نقدر نحصل عليها. اول واحد الاورثوبانتوموغراف اللي هو الاو بي جي يعني معروف. ليش ندرسه؟ على مود الباثولوجي كونديشن نشوف كاريز اودونتوماسيس وات ايفر انذر بروبلم تو ستراكشر سايز شيب ستراكشر مالته ديفلوبمنت اوف ذا اوكلوجن اللي هو هسه راح اعطيكم مجموعه من الاو بي جيات انتبهوا عليها على مود نقدر نميز الديفلوبمنت اوف اوكلوجن لانه هو هذا البارت الاهم بالبارت العملي. يعني بنهاية السنة ممكن تجيكم او بي جي احد الاسئلة الواردة على الاو بي جي مو هو شنو هو الادفانتج اوف او بي جي او شنو فايدة الاو بي جي، لا الاسئلة الواردة ممكن تسأل نسألها بالامتحان العملي انه هذا او بي جي وات از ذا ستيج اوف ديفلوبمنت اوف ذا بيشنت اوف دنتال ايج، يعني مثلا البيشنت شقد عمر تتوقعون سسبكتد ايج 8 سنوات 9 سنوات، هذا لازم نربط الاو بي جي ويا الديفلوبمنت اوف ذا اوكلوجن اللي ماخذيها الان تمام. يا سن يطلع بيا وقت، يا سن يطلع، يا سن موجود، يا سن ما موجود تمام. اضافه الى سبيس كالكوليشن، سبيس كالكوليشن راح ناخذ لها محاضره وحدها يعني خاصه بها، بس راح نشوف انه راح نربط بين تو دايجنوستيك ايدز، راح نربط الاو بي جي ويا الكاست اللي هسه راح ناخذه اليوم تمام. اضافه الى ميديكال ليجل بيربسز على شغلات احنا مو موجوده يمنا يعني ما نحتاجها تمام. زين ادفانتج، اهم ادفانتج اهم ادفانتج هي كلها ادفانتج مهمه لكن اهم ادفانتج واحد من يسالكم اهم ادفانتج الاو بي جي يميز الاو بي جي عن بقيه انواع الدايجنوستيك كاست الدايجنوستيك ايدز بالاحرى. يعني هسه هواي شغلات عندنا لاترال سيفالومتريك او بي جي كاست فوتوغرافي، بس كل واحد له صفه يميزه عن الاخر، كل واحد له صفه مميزه ايجابيه وصفه مميزه سلبيه. بالنسبه للاو بي جي اهم صفه انه الفيجواليزيشن مالتنا لارج سبيس. الغرض كان من الاو بي جي هو اول شيء بيشنت ميكانيكي يعني كان نستخدم له الانترا اورال بير ابيكال راديوغرافي ناخذ فول ماوث، تذكروا هذا الكلام حكيناه سابقا فول ماوث انترا اورال راديوغرافي تمام. زين بالاو بي جي خلصنا من هذا الموضوع انه بدل ما ناخذ عده راديوغرافي راح ناخذ راديوغرافي وحده فقط طلع لي فيجواليزيشن a large space extended from the right side to left side تمام. ها اهم صفه خلوها بالكم الفيجواليزيشن مال الراديوغرافي مال الاو بي جي for a large space تمام. اضافه radiation exposure مقارنه ويا الانترا اورال راديوغرافي، يعني انا اذا جاني بيشنت اخذت له راديوغرافي او بي جي وحده واخذت له انترا اورال بيري ابيكال راديوغرافي يا الاكسبوجر اكثر او بي جي معناته او بي جي اكثر راديشن مالته برافو عليكم. بس من يكون عندي فول ماوث انترا اورال من نوصل الى اربع بيري ابيك راديوغرافي تاخذ يحصل لنا على اكسبوجر مال او بي جي واحد اربعه عرفت شلون؟ يعني خمسه بيري ابيكال تجاوز الاكسبوجر ريت مال الاو بي جي صارت واضحه؟ فاذا تعتبر هم ادفانتج مقارنه ويا فول ماوث انتر اورا بيري ابيكال راديوغرافي صح ولا لا؟ تمام؟ زين كوبريشن مال بيشنت شو رايكم بيه؟ طبعا
بس ما له علاقه ما له دور بالاكس راي. يوقف بمكانه تحت تنطي انستراكشن متى تتحرك ما شوف، بس ما عندنا لا يلزم الفيلم، لا يحرك راسه، لا يفتح حرقه، لا يسد، ما عنده الموضوع تمام. فاذا البيشنت كوبريشن كلش 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 بعدنا مو كبير. الاوبريتر اللي ياخذ الاو بي جي ديفيكل، وين ما تجي تاخذ البريميديكال الكون تخلي مضبوط اكسس تكون مضبوط، واذا سويت الصح وما سويت الصح وصار عندك كونكات والمشاكل ما تخلص مع الانترا اورال، هذا يجي لك شخص حتى لو مو هو اختصاص بالمجال، مجرد تعطي الانستراكشن شلون ياخذ الاكس راي، فلان دق مدوس، فلان حركه تسوي، فلان شو تسوي، ينتهي الموضوع. اذا عمليه الاوبريتر هم سهله صح ولا لا؟ إذا الأوبريتر سهل، الكوبريشن سهل، مال بيشنت الإكسبوجر ويا الفول ماوث أقل، وأهم أهم صفة نعطيه فيجواليزيشن فور لارج سبيس. صارت واضحة؟ طبعا أي شيء أدفانتج عنده ديس أدفانتج. فاسيلتيز يراد له غرفة كاملة، بناية كاملة، يراد له أجهزة كاملة صح؟ هاي من الشغلات اللي يعني نستصعبها. هاي اهم صفه عندكم ال definition of structures. اكو مكانات معينه الكلاريتي مال الاو بي جي ما توضح لي الشغله اللي احتاجها صح ولا لا؟ يعني مرات يجيني بيشنت، احنا عاده بالاورثودونتيك بيشنت ما نروح ندز داخل فلان اكسنا، ناخذ شغله واحده اللي هي الاو بي جي، الا حاله ما نادره ما نحتاج لاترال سفالومتريك، نقول ويا الاو بي جي هذا لاترال سفالومتريك تمام. مرات تاخذون او بي جي لغرض معين، عندكم امباكتد توث، اخذتوا شفتوا الامباكتد توث، وراها تدزوه على الخطوه الثانيه، ياخذ مثلا بيري ابيكال، ياخذ اوكلوزال، ياخذ سي بي سي تي تمام. او مثلا جاني بيشنت اخذت له او بي جي، شفت الدنشن كامله، بس اثناء الاكزامينيشن انترا اورال تليفونات اصامص انترا اورالي ايش لاحظت؟ لاحظت اتخيل يعني الساعة 9 مو وقت صحيح مال المحاضرة، 8:30 المحاضرة، ما نسوي لكم اياها الساعة 8. المهم تابوا ورا الساعة 9 بعد ما حبيت تقول لي المحاضرة ورا الساعة 9 خلوها بعدكم. الدوام يعني انطي مجال من 8:30 الى 9 الى ربع، ورا الساعة 9 اي شخص من يفوت المحاضرة خلاص، هذا الانزعاج انا كلش قاعد انزعج من عنده. يعني من مرات ناخذ او بي جي ويكون عندنا مثلا بري ابيكال ريجن فد بروبلم معينه ما متاكدين من عندها، راح نضطر انه ناخذ بري ابيكال، اذا احتاجنا الى انذر بارت. تلاحظون يعني ما اعتمدنا فقط على الاو بي جي، احتاجنا الى انذر بارت. الستاندرايزيشن ما عندي اي ستاندرايزيشن بالموضوع ابدا، ما اقدر اعتمد عليه. الستاندرايزيشن طبعا نحتاجه وين؟ احنا بالبحوث تمام، بالدراسات. من واحد يسوي بحث ما ممكن يقدر يسوي بحث بستاندرايزيشن اذا ما في ستاندرايزيشن. الاو بي جي ما ممكن يحصل عليها بالجيوغرافي. يعني ستاندرايزيشن قصدي انه انا شخص اخذت له او بي جي وبعدين اخذت ورا فتره معينه او بي جي، الاو بي جي هاي اللي اخذت له على الرغم من التغيير اللي صاير ما عندي اي ستاندرايزيشن بالتوث بوزيشن بين وان او بي جي سكند او بي جي فور ذا سيم بيرسون. خلوها ببالكم هذه تمام. هاي كلها عندي مشاكل معينه نقدر نشوفها بالاورثو بانتوموغراف. زين جانا الاو بي جي هسه شلون راح نقراه؟ بخطوات تمام. اول شيء دائما من نسمة الاو بي جي الليفت سايد مال او بي جي يمثل لي الرايت سايد مال، لا يمثل لي الرايت سايد مال الريدر. انا راح اقرا جاني نسمة الاو بي جي صح ولا لا؟ الليفت سايد مال او بي جي اللي هو الليفت سايد مال بيشنت نفسه صح؟ شو يمثل؟ يمثل الرايت مال الريدر. اوكي؟ ها خلوها ببالكم تمام. شلون نقراها؟ المفروض احنا طبعا بالاعداد يجينا الاو بي جي هاي طريقة صح؟ شوف ده في الضور ونخلي الاو بي جي عليه ويمشي الحال. هو هذا خطا طبعا. مفروض فيور، هذا الفيور لو تشوفون الفيور هذا، اخلي الفيور، اخلي الاو بي جي بالفيور، افتح الضوء مال الفيور، اعتم الغرفه تمام؟ على مسير تركيزي كله على الاو بي جي اقراها.
اول شيء راح اقراه بالاو بي جي يبلش بارت بارت. نبلش بالماندبل. اول شيء ايش نقرا؟ نقرا الماندبل. ابلش من الكوندايل هيد النيك البوستيريور بارت اوف ريموس البادي اوف ذا ماندبل الاكستنج مالته. ارسم لي خط خيالي يعني مو اجي ارسمه بالقلم ما يحتاج تمام. اشوف الخط الكونتينيوتي مال اللاين فروم ذا ليفت سايد تو رايت سايد. اكو كونتينيوتي اكو سيمتري او ما احتاج سيمتري لانه احنا بالاورثودونتيك تريتمنت الغرض الرئيسي من الاو بي جي لفحص الماندبل انه اشوف انه اكو مو بروبلم بالكوندايل او عندي بروبلم بالسيمتري بين الرايت سايد او ليفت سايد تمام. بالنسبه لموضوع الكانلز والفورامن هاي الشغلات احنا مو كلش نحتاجها بالاورثودونتيك برانش تمام. بس المهم نشوف الكونتينيوتي مال الاوتلاين اوف ذا ماندبل. بعدين ورا ما اخلص الماندبل الجزء البارت الرئيسي للماندبل اشوف الريليشن بالبوزيشن اوف ذا ايت راح يصير امباكتد موجود ما موجود خاصة إذا أثناء هذا كبداية التريتمنت. نهاية التريتمنت لازم أخذه أنا أشوف له ويا الستيبلتي لأن نوعية الأيد وجود الأيد أو عدم وجوده يأثر على الستيبلتي أوف ريزلتس اللي راح نشتغلها بالأرثوذكتيك تريتمنت. وراها أبلش بالماكزيلا. الماكزيلا لازم شو أشوف؟ أشوف الفيشرز أشوف الماكزيلاري ساينس النيزال سبتم انتير نيزال سباين هاي كل شغلات اقدر اشوفها. اهم بارت عندي بالماكزيلا هو الماكزيلاري ساينس. ممكن خلال هذه الفتره خلال فحص للاو بي جي اشوف كميه من الراديو اوباسيتيز بمنطقه الماكزيلاري ساينس. احنا الراديو اوباسيتي من اشوفها بالاو بي جي ممكن يكون عندي شغلتين. شغله ممكن تكون انه نورمال او ممكن تكون اب نورمال. الاب نورمال مثلا يصير عندي ارتيفاكت مثلا هاي تراش لو تشوفون ينطيني ايمج لو ما جاي ينطيني ايمج قلت لاحظون اكو يعني غير التراشي اكو فد يعني صار عندي سوبر امبوزيشن على نورمال ستراكشرز. نعم هاي هاي تشوفون الدائره هنا هاي شو الدائره بيها معنى ما بيها معنى هاي تاثير التراشي على الـ على الراديوغرافي نفسه يعني تمام. شوفوا اللاخ تشوفوا لنا فد ارتيفاكس. هذا الارتيفاكس من يكون موجود على النورمال ستراكشر يعني نورمال ستراكشر وعليه فد ارتيفاكس معين تتوقع انك فد شي مشكله لا هذا يسموه جوست. شو يسموه؟ جوست تمام. هو عباره عن ارتيفاكس طالع عندي بالراديوغرافي هذا يعتبر فد شي مو زين بالراديوغرافي مالتي يعني اكو فد ديفكت بالكواليتي اوف الراديوغرافي اللي ماخذته تمام. لكن مرات يصير عندي راديو اوباسيتيز بمنطقه الماكسيلاري ساينس. هذا الراديو اوباسيتي وارده في حالات الانفلاميشن الموجوده اللي تصير بالماكسيلاري ساينس تمام. يعني احد الشغلات اللي ممكن اربطها ويا الاورثوذكتيك تريتمنت انه هذا الشخص عنده بروبلم بالانف يعني بالساينس يعني دائما عنده التهاب جيوب ممكن يكون ماوث بريذر تشوفون يعني ربطت انه هذا الشيء عندي هاي المشكله. يعني اذا شفت راديو اوباسيتي ماكسيلاري ساينس هذا اعتبره نورمال. لكن اني اذر راديو اوباسيتي لايك ارتيفاكت موجوده على النورمال ستراكشر هذا شو يسموه؟ جوست تمام. هذا يعتبر اب نورمال تمام. ورا ما شفت الماندبل ورا ما شفت الماكسيلا اقدر اشوف السوفت تشو. السوفت تشو اكثر شيء تتوضح في مرحله ال ايدنتيولس اريا يعني في منطقه ان الاشخاص اللي ما عندهم اسنان هذول احنا بالاورثو ما عندنا هالشكل حاله يعني ما نحتاجها يعني تمام. اخر شيء افحصه هو الدنتيشن اشوف الستراكشر النمبر السايز البوزيشن والديفلوبمنت. شو يعني ليش؟ ريليشن ريليشن تمام لا ريليشن بين الابر واللور الاسنان اي بس ريليشن اوكلوجن ما نقدر نحصل اكيد هاي شغلات كلها ما نقدر نحصل. زين انت كتبتوا اساميكم على ورقه الحضور حضروا لي ورقه مال الكويز. يعني
لا هو الماث بريذر هو ترى تحصل حصل من يعني شخص عنده بروبلم بالريسبيراتوري سيستم يضطر انه يفتح حاجه على مثل نورمال تمام زين انتبهوا اهم بارت بالاو بي جي لازم اشوف يعني اغلبيه الاشخاص اللي استفاد من الاو بي جي مالتهم يعني هسه مثلا انتم تشتغلون بمكان عندكم فاسيلتيز مال او بي جي محدده كل الاشخاص اللي يجون للاورثودونتيك يحتاج او بي جي احكيكم اياها صراحه هو يحتاج لانه هو من الاسينشال دايجنوستيك ايدز ان شاء الله ضروريه ضروري ان كل شخص حتى لو كان عنده نورمال نمبر اوف تيث نورمال بوزيشن بس عنده مثلا كراودنج سبيسنج المفروض انا اخذ له او بي جي لكن في حالة لو صار عندكم limitation تمام في حالة لو الأولوية للأو بي جي للأشخاص اللي يكونون في مرحلة الديفلوبمنت في مرحلة شنو الديفلوبمنت هاي التغيير اللي يصير بين ال permanent والديسيديوس ديتشن قاعدة كلش مهمة هاي فقرة لازم تمام زين تابوا هاي الصورة جاكم أو بي جي طب وعدكم هاي الصورة مال او بي جي عفكم من المانديبل من المانزيلا ومن السوالف كلها شو تتوقعون الدينتال ايج اوف ذس بيكتشر 8 الى 9 7 الى 9 كانت مطالعة كان مطلع يعني يا أبو توقعين من 7 على 8 ليش 7 على 8 دكتورة هو 6 دكتورة هو 6 طالع ليمونة ما طالع مسدود اسمحولي بالسؤال ميسي عندكم إرابشن فور 1-2 انتو خليني نقول 6 اذا ما تقولون طالع 6 تمام زين الديجري مال الاربشن اند ديجري اوف روت ديفلوبمنت ما يوضح لي طبعا كميه يعني هسه اول ما يصير الاربشن لل 6 ايش قد تكون تكون الروت فورميشن مال بس لا انا ما انطيتكم اسمحوا لي انا ما انطيتكم وقت انا قاعد اها تمام لازم يكون على الاقل متجاوز النص للروت فورميشن مال توث اي ستراكشر على مود مع صح ولا لا زين هسه احنا عندنا 6 صار بي الرابشن صحيح بقدر تقولون روت كامل تقريبا كامل تمام اذا هاي 6 سنوات تجاوزناها تمام زين ورا 6 ورا 6 شو عندنا الانسايزرز صار بين الرأس لو ما صاير انه متكون الفور انسايزرز لو ما متكون اخر حد للانسايزرز بالإرابشن هو 8-8.5 اذا نجاوز 8 سنوات صح؟ زين ورا الانسايزرز عندنا الكناي والبريمولرز صح ولا لا؟ نبدي اول شيء الكنا الابر الابر شو عندنا؟ الكناين اخر واحد يطلع بالابر صح؟ اول شيء يطلع الفور 5 اخر شيء كناين تمام الفور صاير اربشن لو ما صاير صح لو لا صاير لو ما صاير انا شنو هذا بوفا هذا بوفا صح اذا وصلنا يا عمر 10 طبعا هذا الكلام موجه للدينتال ايج لا وليس الاكتوال ايج اوف ذا هيومن لانه اكو فرايتي تمام احنا قلت يا دينتال ايج تمام فاذا انتوا انتبهت الكلام هسه قلت هذا بوجه لكم اياه على متفشون جاوبوا بالامتحان العملي ويجيكم الاو بي جي
اول ما تباعون السكس ولا ما تخلصون السكس باعون الانسايزرز. خلصنا من الانسايزرز ندي منطقه الكلاي والبريمولار. الابر الابر البريمولار طالع عندي اذا وصلت يا عمر 10 تمام. زين الكلاي ما طالع، الفايف ما طالع، يعني تقريبا توصلت للعمر المطلوب تمام. اللوارش عندي اللوار عندي الكلاي ما طالع والفور ما طالع والفايف ما طالع. اذا تقريبا عمر الشخص هذا يتراوح بين العشر سنوات الى الاداعش سنة تمام. التسعة يعني هاي بعدنا البلول بريد تمام. ما دام عبرناها عبرناها البريمولر طلع عندي اذا عبرناها هاي صح لو لا؟ اذا عمر هذا الشخص يتراوح بين العشر سنوات والاداعش سنة. ليش؟ لان البريمولر الابر بريمولر طالع عندي صح لو لا؟ صارت واضحة؟ مفهوم؟ زين يلا دنتال ايج انا 13 وفوق. ليش؟ All the permanent teeth are erupted with complete reformation. تمام. زين شو عندنا هنا؟ شو نتوقعوا عندنا؟ الامباكشن الايه موجود. امباكشن يعني خلاص سويتوا امباكشن؟ كامل ريفورميشن. درباركم تكتبوا لي امباكتد ايت والروت ما صار كامل كومبليت فورميشن. خلوه بالكم هاي الملاحظه. كامل؟ 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 16 16 الابر هذا مو كامل؟ الابر؟ الايت كامل روت فورميشن؟ لا ما كامل. لا ما كامل بعدين. اذا اقدر اكتب 13 فما فوق. تمام؟ يعني اكتب 13 كيس سجين اكتب واحد. ايه اكتب لي اياها صح؟ انا كيس سجين اكتب واحد فما اكتب لك اياها غلط راسا. صح فاضحة؟ انتبهوا صورة اللخ. هاي بيا ارتفاكت. التركيز تفضل. بقى هاي الكيس حلوة. هاي الكيس معالجة عن طريق orthodontic treatment في الـ appliance inside the patient mouth. تعرفوا لي الغرض من هذا الـ appliance. Space maintainer. برافو. والله أبطال كلها أعرفكم أبطال. هاي نص درجة زيادة لكم. تمام تمام. Dental age. 13 12 13 دكتور هذا بين 10 و11 الابر كلاين ما طالع ولا والبريمولارات لا طالعه. لا ابر محمد الابر كلاين ما طالع. لو تكون اكثر بريسايز الكلام مالتنا 10 ونص فما فوق. 10 ونص لانه باعوا فرق عن الاوبنجيل قبل شوي اخذناها البريمولار صحيح طب افر بريمولار طالع ما عندي مشكله بس اللور صاير اربشن كناين فور قاعد يصير اربشن هسه قاعد يصير اربشن الكناين والفور قاعد تشوفون هذا معناها تجاوزت ال 10 ونص ما عندي سبيس تعبي ما تاخر بس عندي سكت ملا طالع. هذا الكلام انت ما تقدر تجاوب كلام صحيح. هذا مو كلام صحيح لان الاو بي جي لا الاو بي جي ما يوضح لك اكو سبيس او ما اكو سبيس. السكت ملا طالع شلون؟ سكت ملا طالع فمعناته ما تلعبش بعد ما كان ما صاير هذا ما صاير. اتاك سوفت شوف فوقه متكون الكراون ما متكون الروت بعده وين الروت صح ولا ما لا لا اذا ما يتجاوز النص روت فورميشن ما ممكن يطلع. هذا كفر باي سوفت شو ترى ما طالع ما طالع ما طالع تمام. اكثر على بي جي استاذ مودل طبعا الستادي كاس اللي هي خبراتهم يجيبونه اياها تشبه هاي الصورة؟ احسن يمكن هاي ايديا ماكو ايديا نهاية السنة من عندك راح استلم كاس احسن من هاي لازم انتبهوا. ايضا دايجنوستيك ايج يعتبر من الاسينشال دايجنوستيك ايج تمام.
ب ريكويرمنت معينه. اول شيء لازم يكون كلين. تشوفون شكله كلين تمام، ما بي اير بابلز تمام، سيمتريكال. المواصفات الكاس يعني الكاس اخليه هالشكل، يوضح لي الاوكلوجن، اخليه هالشكل تشوفون يوضح لي الاوكلوجن. هذا لازم يكون شلون طبعا مزج كتير كافتهم. أنا مو على هذا، مقصد كلامي إنه يقعد على أي تيبل بشكل عدل، لازم هذا المطلوب. يعني شو هم اللي نشتغله؟ إيه نعم، طبعا أصولكم تشتغلوا لازم أشكي يكون. هذا مال بيش كده. مال بيش هذا بيش نعم. ترى إحنا البيش نسوي إيش مدور؟ مدور. زين، ولازم يكون سيمتري على مود، يعني على مود يكتشف الأسيمتري الموجود بالدنتال آرت. زين، نشوف الأوكلوجن. كريكورد تريت بري تريتمنت بوست تريتمنت ديورينج تريتمنت. احسن وسيله تشرحها للبيشنت، البيشنت ما يفتهم الاورثو، لكن توضح المال اوكلوجن اللي عنده بالكاست يوضح لكم اياها. يعتبر اهم صفه بي انه ينطيني 3 دايمنشنال فيو صح، بس ليميتد. ليش ليميتد؟ لانه بس انترا اورال، يعني لا اقدر اشوف السكريتا، لا اقدر اشوف السوفت تيشو ريليشن صح ولا لا، لكن هو ليميتد. زين، البارت مالته هذا تو بارت دبل. هذا البارت يسموه بالاناتوميكال بارت، هذا اللي هو الاكتوال امبريشن اللي تاخذوها انتو. الامبريشن اللي تاخذون امبريشن التيف والسراوندينج ستراكشر صح ولا لا. فالتيف والسراوندينج سوفت تيشو ستراكشر هذا شيء يمثل لي، يمثل لي الاناتوميكال بارت. شوفوا نسبتها ايش قد، ثنتين تلاحظون هاي مهمة، هاي خلوها ببالكم. الاناتوميكال بارت يمثل لي التو ستراكشر، يمثل لي الاكتوال امبريشن اللي انتو حضراتكم تاخذوها تمام. الارتستريك بارت اللي هو هذا الارت بارت، هذا شو يمثل لي؟ البيس. البيس اللي يقعد عليه تمام، اللي يقعد عليه الاناتوميكال بارت. بالتريمينج شغلنا راح يكون على الارتستريك بارت، هذا ما ممكن نطخ الاناتوميكال بارت. صارت واضحه؟ شفتوا الفرق بين البارتين؟ اولا الاناتوميكال بارت هو الامبريشن اللي تاخذوها، تي ستراكشر والسراوندينج ستراكشر صح ولا لا؟ ايش قد نسبتها؟ 2/3 تمام؟ تريمينج ما نطخها. شغلنا وين راح يكون؟ على البيس الارتستيك بارت اللي يمثل لي الثلث تمام؟ اللي يستند عليه الاناتوميكال بارت. بعد انا ايش فايت لي لو تجي هالشكل، هالشكل هم تجي. هذا تعرفون شو مسوين؟ جاي جبتوا لي الكاست، اقول لكم ها شنو هذا الكاست، روحوا سووا ترنينج، روحوا تسوون ترنينج، قطوا عافيه، قطوا يقطوا قطوا قطوا، ها النتيجه تكون هذا هو الحل. انتوا شغلكم الحلو هذا صح ولا لا؟ هذا بيتم هذا سؤالكم الرئيسي. الأسبوع القادم راح نشرح شلون نسوي تريمينج هذا، نحوله إلى الايديال فورم، نحكي عن الفوتوغرافي والكيسات ما حشرحها.